من المقولات الشائعة التي تتكرر باستمرار: العمار دمار، وبات أمر شراء منزل أو بنائه أو ترميمه من المهمات الشاقة نفسياً ومادياً. وإذا أردنا أن نكون أكثر صراحة سنقول مادياً بالدرجة الأولى. اليوم مع 2 من المهندسين لنسألهم ونأخذ من خبرتهم قليلاً كيف يمكن أن يختار الشخص بيت العمر بأقل تكاليف وأكثر جودة ممكنة، وما الحلول المناسبة في البداية للبناء أو غيره. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو: المهندس المعماري الأستاذ مساعد القفاري، والمهندس المعماري أيضا تركي الحصيني. مهندسين حياكم الله معنا في أهلا. إذا اسمحوا لي أبدأ مع الأستاذ مساعد، خلنا نبدأ من اللبنة الأولى. صحيح. الأفضل للشخص بحكم خبرتك يبني بيت جديد، يشتري بيت جاهز ويعدل فيه مثلا، اليوم في موضة اللي تباع تحت التشطيب وتأخذ أنت وتشطب، وش الأفضل؟ أنت قلت مقولة جميلة في البداية، العمار دمار. للأسف إحنا اللي نكون هذا الدمار بعدم معرفتنا بالخطوات الواجب اتباعها من أجل الوصول إلى بر الأمان وامتلاك منزل جيد. الموضوع بسيط، هي 3 خطوط ممكن تمشي فيها. الخط الأول، إذا أنت ما عندك ميح، ما تعرف شيء بالعمار، طال عمرك راح اشتري لك بيت جاهز. تقول والله انا خاف من الغش، موضوع بسيط جدا، تروح لشركه عقاريه مشار لها في البنان، نقول دائما سمعتها جيده، تسال الناس اللي شروا منها كيف الوضع، طقطق بيوت الناس، تصلي معهم مثل ما يخاطب الواحد، زين، يروح يصلي ويمسك فلان وش رايكم بولد فلان، نفس القضيه في العمار. اسال نعم، وبناء عليها اقدم او ادبر. حلو. فيما يخص موضوع شراء البيت الجاهز، هذه على ما يقولون قولة واحدة، ما فيها مفاصل. اثنين، اما انك تشتري بيت قديم، وهذه تراها جيدة، البعض يتوجه لها يشتري بيت قديم في مكان يكون قريب من مكان عمله، مكان والده والدته، وحريص على هذا الحي، يشتريه يرممه. اهم شيء في عملية الترميم دائما في البيوت او البيوت القديمة عملية العزل الحراري وعملية السباكة، لأن سباكة انخر شيء الله يخلف على البيت. وقضية الهيكل الإنشائي في الغالب البيت إذا عمره 20 سنة ولا 25 سنة تبي تشوفه أصلا ما شاء الله واقف وشامخ، فأكيد أنه هيكل إنشائي سليم. جميل. ما هو مثل الجديد تقول والله يمكن بعد 2-3 سنين يهضم، ما هو بهضم إن شاء الله. الخط الثالث وهو اللي دائما الناس تتوجه له، وفي مجموعة من النصائح يمكن أنا ومهندس تركي نتطرق لها كثير، اللي هو أنك تبني بيتك بنفسك، وهذه فيها توجهات كثيرة وفيها مخاطرة صراحة. هذا إذا كنت تفهم في البناء. شوف، هي تفهم أو ما تفهم ممكن تتخذ هذا الخط. أوكي. إذا أنت تفهم بالبناء ممتاز، أو تعلم. أو تعلم، تابع تركي الحصيني، تابع المحميد، تابع القفاري، تابع فلان، تابع المقاطع، افهم شلون يبنى البيت، شلون تبدأ تخطط، ومنها إلى التنفيذ، إلى أساليب التنفيذ السليمة، وش أغلب المشاكل اللي تحدث. الأمور بسيطة، ممكن في بعض الناس سبحان الله واجهتهم قارئ مطلع، إذا قعد معي أدهشني بكم المعلومات اللي عنده، يمكن هي مهب عندي لأني أنا قد أكون متخصص في مجال معين، يعرف بالإنشاء وبالسباكة وبالحديد وبالمدري إيش، يمكن أنا ما أدخل فيها لأني أنا تخصص معماري، يمكن عندي مهندسين يعني داخلين فيها. لذلك إما أنه يتعلم أو يوكل، أنت ما شاء الله تلقى عندك أخوك مدرس ولا مثلا في قطاع عسكري لكنه هاوي العمارة، وتلقى باني له 5-6 عماير، قل له تعال يا خيي هذه 50-60-70-80 ألف قيمة الإشراف على المبنى، هذا وش بسوي لك؟ هذا بيجيب لك مقاول عظم زين. ليش؟ لأنه مروا عليه 10 كلهم سيئين وصفط له واحد زين. سباك جرب له 10-20 لين تطاقه وياهم صفط واحد زين. نعم، بالخبرة كون ملف كامل موجود عنده، يدق بس تليفون، انزل يا سباك، انزل يا كهربائي، وعارفين شغله وعارفين نظامه. ممتاز. هنا وصلنا إلى مرحلة أنه واحد يشرف على المبنى ما هو مهندس، يفضل أن يكون مهندس لأنه درس وتعلم وتخرج من شريعة. لكن بعض الناس يقول يا أخي مكلف المهندس، ممكن يتطرق يروح للجهة اللي هي قضية المشرف اللي هو من العائلة. واضح جدا. مهندس تركي شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج، ويمكن هذا التمهيد جيد، لكن وش الأخطاء اللي يقعون فيها اليوم الناس في تملك منازلهم؟ أقصد هندسيا يعني. هندسيا هي عدم الاتجاه للمكتب المعماري يصمم بشكل جيد. وأنا دائما أقول المقبل على البناء مثل الجائع في نهار رمضان.
يعني أنت تدخل سوبر ماركت في رهن نهار رمضان ممكن تشتري كل اللي موجود لأنك جوعان. لأنك جوعان. فالمقبل على البناء تنطبق عليه هذه المقولة، يبغى بيسمنت، يبغى أدوار، يبغى يكبر المساحة، يبي يأمن أولاده بشقق، يبي يجمل البيت، يبي يحط كل الحاجات هذه بدون دراسة. أو هذه مشكلتنا إحنا بالسعودية، أنه جزء كبير من المقبلين على البناء أنه هو اللي يبني بنفسه، وهذا ما في مشكلة، لكن هي أول تجربة وهذا بنيان مو بسيط. حلو. فتلقاه يجي متحمس يكبر الأرض ويكبر المسطحات بينما هو ما يحتاج المساحة، ما يحتاج ولا حسب الميزانية. هذه أكبر كارثة نواجهها. أنا عندي حالات كثيرة من الأقارب ومن الزملاء متعطلين لسنوات، لا هو اللي استفاد من البيت، لا هو اللي يقدر يبيع، ما حد يقدر يشتري منك بيت. يمكن عظم العرف الاجتماعي، فلان بيته ضيق فلان بيت، أي هذا هو. هذا احنا نتجه للتقليد. الآن في المدن الكبيرة مثل الرياض وغيرها الأرض غالية، البناء غالي ومكلف، والآن البناء تطور في مكيفات مخفية، في زجاج واجهات زجاجية كبيرة. الآن الناس اتجهوا لتصغير المسطحات، يعني الأرض ممكن تكون 300 متر وتكون بيت جميل. الاستغناء عن فكرة أنه أنا بأمن مستقبل أولادي، وأنا دائما أقول له أنت أمن مستقبلك أول بعدين فكر بأولادك، لأنه أكثر التجهل. ليش طيب يا مهندس؟ ليه؟ يعني إذا عندك مقدرة، يا أخي إحنا ما نحب عندك مقدرة مثل الناس، مو معقول كنا نحب عيالنا، بس ما هو هذا هو التوجه السليم. انت ما انت الان تظلم عيالك وعمارهم 15 يعني صغيرين، توما وده يشتري له سيكل، وده يروح للملاهي، وده يسافر مثل الناس، وهذا يعمر له شقه فوق بعد 20 سنه. زين، هو المشكله انه ما عنده مقدره، يعني انت ما عندك مقدره تكمل هذا البيت الصغير، فكيف تتكلم انه انا بامن مستقبل اولادي بشقق؟ طيب ولدك اليوم، يعني انا اكثر العمل اللي اقابلهم الشباب اللي مقبلين تلقاه مصر على فكرة الشقة. طيب كم عمر ابنك؟ يقول 15. متى بيتزوج؟ بيتزوج بعد 10 سنوات أقل شيء. طيب هل يعقل أنك تحمل نفسك دين لا يقل عن 300,000 بسبب أنك كبرت مسطح الأرض، بسبب أنك كبرت مسطح البناء، علشان تأمن شقة لولدك اللي ممكن يتزوج بعد 10 سنوات وبالدور الثالث، لا هي مصممة بشكل كويس وضيقت عليك وخربت تصميم بيتك، ممتاز، ويمكن ابنك ما يسكن عندك او يمكن يتوظف في مدينه ثانيه، وهذه حالات كثيره صارت. والله انتم عارفين بالطرح هذا وش تسوون؟ لا عارفين، انتم جالسين مر علينا حالات مروا علينا ناس، يعني يقول لك انا مخليها فاضيه، اجرتها وبدا يطقطق علي وطلعتها. طيب وبعدين قال شو ومديون للبنك وحاله وحاله. يا اخي تعلق، شوف هي المشكله. طيب انا بس ودنا ناخذ راحتنا في الحديث، بطلع فاصل ونرجع نكمل. طيب فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في أهلا ضيوفي في الاستديو، المهندس مساعد القفاري والمهندس ترك الحصيني، رحب فيكم مجددا. مهندس مساعد، كنا نتكلم قبل الفاصل على موضوع، يعني أكثر من موضوع، لكن أباخذ منك موضوع استغلال المساحات. اليوم فكرة أنه لازم أسكن في مساحة كبيرة، هل هو يعني موضوع إحنا بالغنا فيه أكثر من اللازم ولا حقيقي؟ شوف كل متر مربع، شوف دائما تكلفة المبنى نصها أرض ونصها بناء. حلو، خلينا نجي على جانب البناء، يمكن الأرض ما علينا كنترول عليه لأنه يعتمد على الموقع اللي أنت بتاخذ فيه. المتر الواحد اللي كبر الطاولة هذه حنا نتكلم عن 1800 ريال تقريبا متوسط تنفيذه. فكل ما قللت أنت مساحة، شقة مسروقة فوق، شقة تبي تأجرها، مجلس ما له لزوم، ممرات زيادة، أي مسطح إضافي هو عبارة عن 1800 ريال في كل متر مربع. فكل ما وفرنا، كل ما اختصرنا، كل ما على ما يقولون ساعدنا أنفسنا في مسألة إدارة مالنا بشكل جيد. دائما نقول لازم نعرف إحنا ميزانيتنا كم عندي هنا. قضية ما هي قضية أنه ودي يصير مثل فلان ولا علان، يمكن أنت من مثلي، يمكن أنا من مثل أبو محمد. حلو. لذلك لابد نعرف إحنا قدراتنا وإمكانياتنا، وبناء على الميزانية أنا أحدد وش أخذ. نضرب هالمساحة، تقعد مع المهندس واضرب كم طلعت لي مساحات، والله 550 في 1500 ريال، ناظر تكلفة البناء كم، سعر الأرض، طيب جميل، ميزانية تكفي أو ما تكفي، شقة مسروقة أحتاج ما أحتاج، وهذه دائما أنا وياك في خلاف. شقة إيش؟ شقة المسروقة ذي اللي شقة الولد. شقة الولد هذا المصطلح مين مطلع؟ هذا شقة الولد. طيب إحنا قبل شوي تكلمنا إنه العائد الاستثماري اللي يرجع لك من الاستثمار في شقة الولد وهو صغير، اللي حرمته من السيكل وحرمته من السفر وحرمته من كذا، حرمته من المدرسة الزينة يوم تكلم قبل شوي،
احنا نتكلم يرجعها بعد 13 سنة، يعني استثمار فاشل بعد 13 من تكلفة البناء. من تكلفة البناء انت ترجع قيمة الشقة اللي انت استثمرت فيها. وقلت لك واحد والله ابوه في السويدي وتوظف بشمال الرياض، بيطق مشوار كل يوم ولا يستاجر له شقة هناك صرخة، بيستاجر ب 18,000 بدل ما يقعد بشقة انت بانيها. وللأسف بعد 13 سنة اصبح البيت قديم، الشقة قديمة، بنت الناس ما تبي تسكن مع هلك. طيب ما تدري انت شو مهندس المساحات البسيطه كيف يمكن استغلالها بحيث انه تشعر فعلا انه البيت يكفي؟ احنا قبل نتكلم عن المساحات لازم نتكلم عن تغير في مفهوم المسكن، ايه؟ او فهم المسكن بشكل صحيح. كيف؟ تعريف المسكن اليوم، المسكن غير المسكن قبل 20 و25 سنه. قبل 25 سنه كان البيت هو قصر الزواج، هو مكان الاجتماعات العائله، مبيت الاقارب اذا جو من برا البلد. صحيح. فاليوم مسكنك نتكلم بشكل فعلي وواقعي، وهذا اللي حاصل، ان المسكن هو للعائله فقط مع امكانيه استقبال ضيوف بعدد معين. يعني انا بيتي اليوم صغير 375 متر بس ما في الا صالون مفتوح على الطعام، واقدر استقبل 15 ضيف، ما عندي مشكله. لكن اذا صار فيه مناسبه كبيره ممكن اخذ استراحه، وهذا المفهوم اللي لازم يفهمونه المقبلين على البناء، انه لا تصمم منزلك للناس، لا تصمم منزلك للضيوف، منزلك لك بالدرجة الأولى لك أنت وأبنائك، لأنه في مدن كبيرة زي الرياض الأرض غالية، البناء مكلف، التجهيزات في البناء مكلفة، ما بين زجاج واجهات، ما بين تكييف، فلازم نفهم في متوسط أسعار ممكن تقولوا لنا للبناء في الرياض مثلا؟ احنا نتكلم أنه زي ما قلنا المتر المربع للمسطح تشطيب وعظم يكلف تقريبا 1,800-1,600 على حسب تشطيبك واختيارك للمواد، وعندك الأرض الآن ما في أقل من 2,500، هذه المشكلة. لكن في نقطة ثانية، أنه كيف يشطب بذكاء، هذه نقطة لازم الواحد ينتبه لها. كيف تشطب بذكاء؟ أكثر مشكلة أنا واجهها وأشوف كثير من الناس المقبلين أو اللي يبنون الآن متوهقين، أنه أول ما يبدأ يضرب المساحة هذا رقم واحد، بعدين يبدأ يضرب التشطيبات، ياخذ رخام المتر ما ادري بكم 800 ريال، ياخذ كراسي معلقه، ياخذ ابواب عاليه، ويكبر بالواجهات الزجاجيه والتكييف المخفي، فتلقاه اخر البناء يتعطل يتوقف، لا هو اللي سكن ولا هو اللي خلص. فالان التشطيبات تنوعت كثيره، فيه ارضيات ممكن تخليها بورسلان، وفي تشكيله كبيره منها، في ممكن تخليه باركيه، الخيارات كثيره. لازم تشطب بذكاء، انه لا تضرب، مو كل غالي زين. يعني ممتاز. يعني هنا نقطة، انه اول تذكر موضات الدهانات الفلفت ومدري ايش والحجر وكذا، كلها الحين الناس رجعت للسادة. يعني تخيل البيوت الحين تدخل بيت سادة، واللي كحل البيت وزينه الاثاث. احنا نغفل عن نقطة الاثاث انه هو اللي كحل. هذه مين اللي يرشد الناس لها؟ المهندس. صحيح، المهندس والمصمم الداخلي. صحيح. انت كم مساحة بيتك ابو محمد؟ 375. انا 300 متر مع بيسمنت. مع بيسمنت ما شاء الله. لحظة، مهندسين ونعرف نصمم ونعرف نبني وكل شيء، بيوتنا صغيرة متكتكة وعيالنا مبسوطين، اموركم ما شاء الله زينة. يعني كبير، انا البيت كبير، امورنا زينة. لذلك تجي لما اغلب المخططات اللي تجي عندنا 600 متر 550 متر، لو تقول لي يا اخي لو تصغرك، يا اخي حرام عليك، اتق الله في نفسك. طيب ما عندك اسكن 10,000، انا ما عندي مشكله، بس لابد يكون في حسن تدبير في مساله شراء الارض، اختيارها، مساحتها، وايضا مسطحه البناء. نرجع نفس جميل، تحملونا ناخذ فاصل اخير ونرجع لكم. فاصل ونكمل. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا ضيوفي، المهندس مساعد القفاري والمهندس ترك الحسيني، وحقيقة أنهم أغروني والله في البناء والاستشارات كثير جدا. طيب أنا باقي معي وقت قليلة، ببدأ بالمهندس تركي، وش أكثر أو أغلب النصائح اللي توجهها اليوم كذا باختصار وإيجاز؟ احسبها صح، لا تبدأ إلا أنت حاسب كل شيء صح، مساحة الأرض وحاسب تكلفة البناء بالضبط، استشر اللي عمره قبلك بسنتين. حلو. لا تجي تسأل واحد عامر قبل 5 سنوات، انه تغير كل شيء الان مع الضريبه وارتفاع الاسعار. اللي خلص يعني اقرب شيء بسنتين او سنه، يعني اسالهم، لا تاخذ معلومه من واحد يقول لك والله ابوي عمر قبل 25 سنه ترى ما كلف البيت، كل شيء تغير. جميل، اذا احسبها صح، احسبها صح، واستشر اللي سبقك بالتجربه، هو اهل الاختصاص. اباخذ منك نصيحه ثالثه قبل ما نروح اليوم ساعه. نصيحه ثالثه، انه لا تكون مقبل على البناء وانت جائع، يعني تبغى كل شيء. واضح. حدد احتياجك بشكل صحيح. جميل، حدد احتياجك، احسبها صح، اسأل اللي بنى قبلك بسنتين، وش غيرها؟ استثمر في التصميم. تقول لي شلون؟
من تبصير أذكى من العقاريين يروحون لأفضل المصممين وهم يوفرون في التنفيذ، يختارون أفضل وأرخص البلاط واللمبات و لين يطلع منتج جميل اللي تقدر تشتريه، وهذا دوره طبعا. أرخص وأجود. أرخص وأجود يعني يحرص على الجودة بناء على خبرته يعني، لكن استثمر في التصميم. تقول يروح المعماريين ذو أسامي قوية، إذا جاء الواحد بيشتري يقول ترى مصمم فلان مصمم فلان مصمم فلان، وش الفائدة من المصمم الجيد؟ هو يسلمك مخططات متكاملة من الألف إلى الياء، كل شيء موجود وكل شيء واضح، تشوف بيتك قبل ما تبنيه من الداخل من الداخل من الخارج التشطيب. دائما دائما أغلب المشاكل اللي واجهها إذا بنى الواحد قام البيت ناظر الواجهة قال ها وش أزين الحين ورا واجهة طلعت كذا، تعال يا أبو فلان حجر ب130 ألف. 130 ألف هذا مبلغ مخيف، لو أنه صممها معماري جيد صغر الواجهة رتبها لك، قصص من المساحات اللي ما لها لزوم، اللي متر هنا ضايع نقول 1005 ضايع 1005 هنا 1050 جمع لك القروش، صح أنه بياخذ حقه، إحنا ما نقول لا، وأغلب الناس يقول اللي تبي توفره منه تبي تعطيه معماري. ايضا القيمه المضافه للمبنى، ذاك اليوم انا اصور مباني مشروع جميل مصمم واحد معماريين ومحترفين، يبيع بمليون و800 قباله زين لفيت كذا الكاميرا، يبيع بمليون و300 واكبر مساحه، ليش؟ هذا مصمم معماري محترف، وهذا ما صمم معماري محترف، هذا في حجر هذا في دهان ما في حجر، لكن التصميم جميل، التصميم مدروس. إذن المصمم سيختصر عليك ماديا. أكيد. شوف ماديا. واللي بتدفعه له حتى لو كان أكثر. بيوفره. بيكون أقل من اللي بتدفعه في. بيوفره ثلاثة أضعاف أكيد، هذه يقينا، ولا تجول لا لي ولا التركي، معماريين واجدين، وادخلوا حسابي في تويتر فوق 200 معماري وكلهم محترفين بإذن الله، شوفوا أعمالهم اللي شوف دائما اختيار المعماري طريقة سهلة، شوف المعماري اللي يعجبك شغله وتحس إنه يروق لك طريقته امش معه. مثل اللي يقول برمضان اللي يجوز لك صوته ورحصل معه. يمكن أنا صوتي كم متوسط أسعار المعماريين؟ ما نقدر نحدد، يمكن تلقى بألف وممكن تلقى ب500 ألف. ما في. هذا شيء ما يحدده قوة المعماري، خبرة المعماري السابقة، يعني دكتور تو متخرج مثل دكتور خبرته 25 سنة. رجعنا لفكرة المحامين، مرة ناقشنا حلقة قريبة من هذا. ما تقدر تحدد سعر. لذلك المعماري وأيضا نطاق العمل. يعني يجيك معماري يصمم لك واجهات ويصمم لك داخل ويصمم لك مساقط ويصمم لك دورات المياه ويوزع لك الإنارة ويوريك صور داخلية، مثل المعماري يعطيك 15 ورقة ويطلع لك رخصة بناء. تركي أخيرا، أنت مثلا مع فكرة أنه جيب مهندس يصمم وجيب واحد ثاني يهتم بالداخلي وواحد ثالث يهتم بالأثاث ولا لا؟ في مكاتب تلقاها مختصة، لكن صعبة تلقى مكتب مختص في المعماري محترف معماري وعنده تصميم داخلي ويأثث لك، فهي تجي على مراحل، تلقى مهندس معماري محترف وعنده قسم تصميم داخلي ممتاز، أو تلقى معماري محترف وتلقى مصمم داخلي برا له أعمال ويسوي لك سلكشن فرنتشر ويختار لك كل شيء، ففي كذا وكذا يعني. فالمقبل على البناء أو اللي بيشتغل لازم يسأل ويشوف محيطه، المشاريع اللي حوله، الأشهر الناس اللي طلعوا وكيف المشاريع، فلازم يكون مفتح يعني. أنا أقول دائم أكثر ناس توفر بالبناء ولا تختصر موضوع البناء الناس اللي تسأل دائم وتكتب وتحط نوت وتكون حريصة بشكل صحيح، مو حريص أنه بس يهاوش هذا ويطلع. طيب شوف المعماري يعني المعماري ما هو خيار دائما مطروح للجميع، في ناس ما عندها إمكانية تروح المعماري محترف ماديا، لكن ممكن تروح المعماري محترف لكنه تو مبتدئ، وهذه جزء من المبادرات اللي سويناها، يعني جمعنا المعماريين وسووا نشاط معماري جميل أوضح قدرة بعض المعماريين. يعني قد لا أكون أنا معماري جيد لكن قد أكون إداري جيد، ما هو دائما كل من حمل شهادة عمارة طلع إنسان محترف. واضح والله، الكلام معكم لا يمل، وأعتقد أنه نحتاج أكثر من حلقة في هذا الموضوع. مهندس مساعد شكرا جزيلا لك. مهندس تركي شكرا جزيلا لك. كان هذا حديث أعتقد أن التأمل في تفاصيله سيهز ثقافة سائدة موجودة عندنا تستحق أن تهز بناء على كلام المختصين، وأن تراعى فيها جوانب كثيرة يمكن أن تكون أوفر وأجمل لمن سيتملك منزل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. سبحانه وتعالى.